خلص من هيك لما تساوي الشاي. بعدين الساحة كلها على 25 ل 10 في الطبقات كلها. أنا محمد حسن محمد الغلام من وليد منطقة الركيز، هاي المنطقة من عام 1967. بعدين انتقلنا إلى منطقة يطا، مدينة يطا سكننا فيها، فبنينا بيت هناك. فكنا يعني نيجي في الشتاء هان وفي الصيف هناك، فكان حياتنا نعتمد على المحاصيل الزراعية والأغنام. فعشان كنا نيجي بالشتاء نزرع الأرض وفي الصيف نحصدها وننتقل لمدينة يطا، فالمجرى يعني شتاء هنا وصيف في يطا. استمرنا لحد سنة 2002. طبعا تم تهجيرنا قصري من قبل قوات الاحتلال. طبعا المنطقة كان يسكنها أكثر من 20 عائلة، تم تهجيرهم جميعا. لأنه السنة هاي بفضل وجود مجلس قرار التواني ومجلس سوسي ومجلس مسافر وبالتعاون مع لجنة الحماية والصمود، تم إرجاع هاي الناس لهي الأرض وهاي اللي سكن فيها لإحياء المنطقة وإعادة الحياة فيها لتثبيت الأرض ومنع يعني المستوطنين من والجيش طبعا من استيلاء هاي الأرض. فتم زراعة الزيتون طبعا في السابق، تم تكسيره، تم ترحيل بعض العائلات في المنطقة المفجرة للمنطقة اللي قبلتنا هاي، لكن رجعوا طبعا بكل قوة وعزم وفي صمود وتحدي للمستوطن للاحتلال والمستوطنين. طبعا في مضايقات كثيرة من قبل المستوطنين، قبل قوات الاحتلال، في يعني مضايقات من قبل من ناحية تعليم، من ناحية صحة، من ناحية مواصلات، يعني يوميا بصادوا سيارات. يعني الجالي وياكل الجالي والغسيل في الجاطة ازاي والعجين كل هيك، وانا قاعد هنا بتعب كثير. هذا اللي أنا محمود حسين الحمامدي، مواليد خربة المفجرة قبل الاحتلال الإسرائيلي، يعني سنة 1965. من 1965 لغاية هذه الأيام وأنا ما غادرت هذه المنطقة، دائما موجود فيها صيف شتوي، مربي ثروة حيوانية ومعتمد على الزراعة. وأنا صرت يعني مسؤول عن هذه الخربة واعترفت في أمام وسائل الإعلام كلها جميعا وفي كل المحلات وأمام الناس كلها في 99، لأنه كان عندنا ترحيل لجميع منطقة المفجرة أو مسافر يطا بإجمالا
بسبة إنها منطقة إطلاق نار. عدة المضايقات، منع الماء، قطع تيار الكهرباء، قطع الطرق، ما يعني المسافير الترابية والإسمنتية سكروا الطرق كلها، ولكن لم يقدروا على الشعب. شعب جبار، ولكن تسلتنا للعالم، وإحنا ما استقبلناها بسد الرحب، ولكن إحنا بنقول للعالم بأسره ولإسرائيل خاصة، لو هديت كل المنشآت اللي على ظهر الأرض المغر لن تنهد، ولا نطلع من أرضنا ولا نستسلم أبدا. وإحنا رسالتنا إذا أنت هديت بتهد ركام، بتهد طوب، لكن لا تهد إرادي صمود. تمام. كدش عدد السكان الموجودين؟ عدد السكان الموجودين هنا الآن ما يقارب من 100 نفر في هذا الخربة، يعني تقريبا 17 عائلة أو 19 حتى. أما الأطفال كل يعني المعدودين حوالي 100 إلى 95 هيك شيء. هذا حلو هدموها، لما هدموا الدغل. مشان نشوف الباقي بيجون، ولا تيجي تفتح على الكومبريس كمان كمل، يعني كلهم هاي. احنا ناس مش بنشوف قاعدين بطلنا، ناس متسولين، ناس فقراء المصريين. الشتاء هنا دايمين بالشتاء عشان الناس كيف؟ ايوه الساعه نازل، الجو برا والجو برا دافي. وبنقعد هنا في الليل 10 ل 11. زين تركي بتحميها ولا بتخلي واحد يطب فيك حين؟ الاحتلال الدوار تعلمنا إن نطلع من هنا، كل التشديد عشان نطلع من هنا. فيش حدا سأل فينا، مهمشين، فيش حكومة بتطالب في حقنا ولا في ناس سأل عنا، وإحنا أمرنا لله ولا هذا. فيش حدا سأل عنا ولا حدا قلقان فينا، إحنا خلوقنا في هذا المغر. بس أجانا واضع اللي نطلع من البربوردي، البربوردي كتلتنا وقرت وعينا وطلعنا على البيوت هذول اللي الله جاب لنا إياهم من الاتحاد الأوروبي، الله يخلف عليهم. والحين في امر انهم بدهم يخلقوا المنشآت هذه عشان يا نرجع المغر يا نطلع منها. هو الدوار ان نطلع منها، لان المستعمر هذه اجت عشان احنا نطلع منها، بس ما طلعش بايدهم. قال في ناس بيساعدنا وظلينا مشددين ومصرين على مسكين. هدموا قبل المره هذا، بس هذه المره يعني نهائي، هدم نهائي، مش انه لك دار مش قانونيه بدهم يهدموها، هدم قانوني على غير قانوني. عندنا خراج قيد حصي ارث، وسوينا طلبوا علينا خارطه تفصيليه سويناها برغم الطلبات تبعاتهم التعكيس، وخلص يعني حاطين فرصهم بدهم يخلوا المنطقة هذه.